بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويتجدد اللقاء في ظلال الرحمة الوارفة، وحديثنا كما وعدتكم دائما من القلب وعن القلب وإلى القلب. هو إلى القلب لأنه يصدر من القلب، وهو عن القلب مضخة الحياة وسر نبض الحياة. والحقيقة الحلقة بتاعت النهاردة تعتبر حلقة استثنائية، لأننا في الأسبوع الذي ستهل بعده مشارف المشعر العظيم، وهو الحج السنوي، الشعيرة الكبيرة المهمة، إحدى دعائم الإنسان الإسلام التي بنى عليها الإسلام. ويمكن أنا بفتكر دعوة إبراهيم أبي الأنبياء عندما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. والأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. كيف يهوي القلب إلى المشعر الحرام، إلى البيت الحرام؟ كيف يهوي؟ هل يكون طائرا ثم يهوي؟ الحقيقة الآية دي لما أقعد أتأمل فيها أجد فيها جوانب إعجازية كبيرة جدا وجميلة جدا ورائعة ومعاني لا تنتهي. عندما يكون الإنسان في مهب الريح، في زحمة الحياة المادية، يكون عديم التوازن، فهو محتاج وقت من الأوقات قلبه يستقر ويهوي ويحط الرحال بتاعته على شيء ما. فالمشعر الحرام أو البيت الحرام هو محط رحال القلوب الطائرة الفضفاضة المتأرجحة في متاعب الدنيا ومشاغل الحياة المادية وتوتراتها وقلقها وانفعالاتها ومشاكلها الليلية والنهارية على مدار الساعة في الحركة والسكون واليقظة والنوم. والقلب يتأرجح بين الفرح والحزن، بين الخوف، بين الألم، بين الأمل. كل هذه التأرجحات الواحد بيحتاج فترة يفصل فيها، فيكون استقرار القلب على مشارف الكعبة نوع من تهوي إليه. أفئدة من الناس تهوي إليه. أيضا المعنى الآخر، هل دي يعني كانت إشارة إلى الطيران؟ الناس اللي في أواخر الدنيا هيهو، لأن الواحد لما يكون في الطائرة، الطائرة تحط تهوي، إقلاع وهبوط، إقلاع الطائرة ارتفاع، وهبوط الطائرة هو نوع أنها تهوي، تنزل من أعلى. فعندما تكون الوفود جاية بالطائرات من آخر الدنيا، فهي تهوي بقلوبها إلى البيت الحرام، فكأنها إشارة مبكرة إلى اختراع وسيلة الطيران لنقل الحجيج. وأيضا هي واحة واستراحة، وهي نوع من الفاصل من متاعب الدنيا ومشاغلها، لأن القلوب كما عرفنا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الذكر ومشاعر الحج. والطواف هي قمة الذكر، قمة الاتصال بمولى عز وجل. والقلب المتواصل مع السماء، الملتحم مع ربه، المتصالح مع عشيرته، هو قلب سليم معنويا وسليم عضويا أيضا. فإذا الحج أيضا فرصة لتصالح القلوب وسلام القلوب وشفاء القلوب من أدران القلب المعنوية ومن أدران القلب العضوية وأمراض القلب العضوية، وعلى رأسها تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى انسداد الشرايين وجلطات الشرايين والاضطرار إلى عمل أسطرة الشرايين والدعامات، اللي هي موضوع حلقة النهاردة. إذن الحج بكل مشاعره، ابتداء من تهوي إليه، ينزل من طائرته، ينزل من فضائه المتأرجح فيه، فضاء المادية الذي لا ينتهي، المطامع والمطامح المادية التي لا تقف عند حد، والطموحات التي ليس لها سقف، يأتي الإنسان ليحط، لينزل، ليهوي إلى أرض الواقع، ليعرف أنه في رحلة قصيرة في هذه الحياة، رحلة قصيرة وامتحان قصير ينتهي بأجله المحدود. فهي فرصة لالتقاط الأنفاس اللاهفة، وفرصة لاستراحة النبضات الخافقة، وفرصة لاستعادة الإيقاع المتوازن للقلب، للبصيرة، للبصر، للقلب والقالب، للبصر والبصيرة، للكيان والبنيان والروح. فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي ومسح الغبار، غبار الماديات
وعواصف الشهوات وأتربة الشبهات، كل هذه الأشياء تنقشع بهبوط القلب إلى أرض الحجاز، إلى مقر الحج، إلى البيت الحرام، إلى أم القرى. فالحقيقة يعني هي فرصة سنوية لتطهر القلب من الأمراض المعنوية، وبالتالي يكون جاهزا لإعادة المسيرة الحيوية طالما في العمر بقية، طالما في الأجل متسع، طالما في الأمد مدى بإذن الله تعالى. ويمكن لما ببص للشعائر الإسلامية أجد أنها إذا كانت هي لرضاء المولى عز وجل إلا أنها جعلت بطريقة تحضنا على الحركة في الحياة بانتظام شديد. لما تشوف الطواف بالإيقاع المنتظم بتاعه حول الكعبة، طواف بإيقاع وتناسق وهرموني أي انسجام مع إيقاع الكون. الإنسان يدور كما تدور الأفلاك، كما تدور الأقمار حول شموسها، كما يدور الكون كله حول الإرادة العليا، إرادة المولى عز وجل. فالإنسان يعود إلى نفسه، يعود إلى ذاته، يتفاعل مع الكون. والإنسان الذي لا يتفاعل مع الكون المادي هو إنسان محروم فعلا. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبل أحد ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. القلب لابد أن يكون متفاعلا مع الكون حوله، حتى مع الأشياء المادية، مع الجبال، مع الأشجار، سيجد هناك لغة واحدة. فإذا كان القرآن هو كتاب الله المقروء، فالكون هو كتاب الله المنظور. وعندما تكون يعني متسقا مع إيقاع الكون ومع إيقاع القرآن، تكون قرآنيا، تكون قرآنا يمشي بين الناس. والإنسان القرآني إنسان سليم القلب المعنوي، سليم القلب العضوي، يعيش في الدنيا سليما، ويلقى المولى عز وجل في مستقر رحمته سليما أيضا. إذن فضيلة أو شعيرة الحج أو فريضة الحج كلها فضائل وكلها مزايا وكلها جمال إذا تأملناها. زي ما قلت، عملية الطواف حركة شديدة، كان ممكن يخلينا الحج بس الواحد يروح في المسجد كده ويقعد شوية وخلاص، لكن المولى عز وجل فرض الحركة، الحركة الدائبة، والحركة هي سنة الحياة، والحركة مفيدة للقلب. وكثرة الخطى إلى المساجد والطواف والسعي، سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها. المشي والسعي والطواف والحركة سنن كونية تفيد الجسم جدا، لأن كمية السعرات الحرارية اللي بتحرق مع الحركة، وكمية الدهون الزائدة، وكمية الاضطرابات في نبض القلب التي تتسق، وكمية السكريات التي يتم احتراقها، وكمية المشاكل في القلب وفي ضغط الدم التي تعود إلى إيقاعها الطبيعي ورتمها الطبيعي، يعني تتسامى على الإحصاء والعد. طيب، هنتصل، نتلقى أول اتصال النهاردة. أم زياد، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 30 سنة وطول عمري دقات قلبي سريعة، وكانت دايما بتجيني حاجة زي هبرة كده أو روحي تتسحب لمدة ثانية وضربات قلبي بتبقى سريعة بعدها، اللي هي الضربة الساقطة. بتستمر قد إيه الضربات السريعة دي؟ إيه؟ بتستمر قد إيه الضربات السريعة؟ ده من حوالي 4 سنين جات لي حالة ضربات قلبي سريعة جدا. وصلت كام؟ مرة استمرت 3 ساعات. وصلت كام حضرتك؟ اتسجلت في رسم القلب ولا يعني حسيتي بيها؟ اتسجلت في رسم القلب أو دخلت العناية المركزة. كام؟ كانت أكتر من 120، بس الكلام ده من سنين، يعني 4 سنين تقريبا. اتكررت تاني؟ كتير بقى، بتتكرر لي كتير دلوقتي. مرة تانية دخلت العناية. بتاخدي أدوية ولا لأ؟ الإندرال بس، الدكتور قال لي دي كهرباء زيادة وبيدين الإندرال بس. الغدة الدرقية أخبارها إيه؟ كويسة، عملت تحليل كويسة. وأملاح الدم الصوديوم البوتاسيوم؟ لا، يعني اللي هو التحليل الأملاح العادي. لا، في ملح اسمه الصوديوم البوتاسيوم، لأن البوتاسيوم لما بيبقى واطي بتبقى الضربات سريعة ومتلخبطة. أيضا المغنيسيوم لو واطي ممكن تبقى الضربات سريعة ومتلخبطة، فمهم تعملي التحليل ده. طيب، الموجات الصوتية بينت إن الصمامات كويسة؟ قالوا لي كويسة، اللي هي الإيكو قالت كويسة الدكتورة، وقالت لي مفيش حاجة في القلب، بس انا مش مرتاحه على الانترال. المشكله كهربت القلب. لا، هو ده دواء قديم، في ادويه حديثه دلوقتي بقى بتحل محله، فاحنا هظبط لك الموضوع ده ان شاء الله. اتفضلي وانا هقول لك. يا دكتور، الضغط منخفض دايما. بيوصل كام؟
90 60 ده لما بيكون كويس بالنسبه لي. يعني بتحسي بالدوخه مع الضغط المنخفض؟ طيب ام زياد، يعني السؤال بتاعها بيطرح اكثر من مشكله. اولها مشكله النبض، وبرنامجنا نبض الحياه، فلكي يتسخ نبض الحياه لابد ان نسمع هذا الكلام وهذا التوضيح وهذا البيان وهذه الاجابه. نبض الحياه لكي يتسق زي ما قلنا قبل كده، وبنحب نعيد عشان الناس اللي لسه بتتابعنا اول مره. القلب يعمل على مدار الساعه، بيشتغل في اليوم حوالي 100,000 نبضه، 100,000 دوره. الانسان لو عاش 70 سنه بيكون حوالي 2 مليار دوره، وضخ حوالي 1,000,000 برميل من الدم، طاقه تكفي لرفع اعلى قطار سكه حديد لقمه جبل باوروبا. يعني حاجه مجهود فظيع جدا وطاقه هائله جدا تقوم بهذه المضخة الصغيرة اللي هي قد قبضة اليد. أحيانا بيكون النبض مش طالع من البؤرة الطبيعية، المايسترو الطبيعي، في مايسترو بيحكم إيقاع هذه الفرقة. إذا كان عندنا فرقة تعزف سيمفونية نبض القلب، فهذه الفرقة أحيانا يتصدر للمشهد، يتصدر للمشهد مايسترو خارج هذا الإيقاع زي ما في حالة أم زياد. بنقدر إحنا نحدد هذا المايسترو ومكانه. إذا كانت البؤرة الشاذة مش هتستجيب للأدوية، عن طريق موجات الراديو بندخل انبوبه رفيعه اللي هي قسطره الكهربيه، وبتقدر ان هي تستأصل هذه البؤره. طيب في اتصال جديد من الجيزه. ام علاء. ام علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور انا حضرتك كلمتك قلت لك انا ست مريم اللي عندها صمامين في القلب ليه؟ وعندها شريانين، قلت لحضرتك سيبي الرقم في الكنترول وسبته محدش يتصل بيا. اللي هو بتاع ايه؟ بتاع القلب. انا اتصلت بحضرتك قبل كده، ما انت قلت لي، انت قلت لك انا ست مؤسستي مريم جابر، علي مريم جابر حسن. طب خد الرقم بتاعي، خد الرقم بتاعي من الكنترول وكلميني وانا اشرح لك. احنا بنجمع مجموعه حالات وهنعملها ان شاء الله، فاديه رقم تاني من الكنترول وخدي الرقم بتاعي وان شاء الله هنتصل بيك. بالنسبه لحاله ام زياد وعمليه ايقاع القلب وعمليه الضربات السريعه، اذا كانت مش هتستجيب لضربات القلب للادويه، يبقى في الحاله دي احنا مضطرين نعمل حاجه اسمها قسطره كهروفسيولوجيه، ونعمل كي بموجات الراديو ونستأصل هذه البؤره. ودي عمليه سهله جدا بتتم ببنج موضعي. يمكن الفيديو بتاع النهارده عن قسطره الشرايين التاجيه، موضوع الشرايين التاجيه، والحقيقه القلب ما نقدرش نفصله عن بعضه. فاذا كان الجسم هو عباره عن مجموعه، اذا تاثر القلب تتاثر به، كما قال المصطفى مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. ايضا القلب نفسه يعني متسق مع بعضه، الصمامات والشرايين والعضلات والغشاء التاموري، كل هذه الاشياء تعمل باتساق شديد. فاذا كان في هناك انسداد في الشريان التاجي، وادينا العقار المذيب للجلطه في اول 6 ساعات، العيان بيجي له ازمه، وجع جامد في صدره، مع عرق غزير، مع تقل في كتفه الشمال، وبينهج وما بيتحسنش، في الحاله دي بنضطر ان احنا ندخله معمل القسطره. وزي ما احنا شايفين معمل القسطره معمل معقم جدا، نظيف جدا، عالي الكفاءه، عالي التجهيز، عالي التقنيه، حديث جدا. بيشكل بنج موضعي، ابره زي بتاعه الزيلوكين اللي بتحط في السنان. بندخل شيس اللي هو الغمد. الغمد ده زي عباره عن المسار اللي هو من خلاله هتدخل القسطره، وبنتاكد ان هو جوه الشريان بتاع الفخذ بنوع الدم اللي طالع مع تدفق الدم، بنقدر نعرف من النبض بتاعه ان ده في الشريان الفخذي. ولازم نتاكد ان الشيس ده سالك، بان احنا بنعمل حاجه اسمها فلاش، عمليه سحب كل شويه وحقن للملح وللسوائل عشان نتاكد ان الدم ما بيجلطش جوه هذا الشيس. وبعد كده بندكك القسطره، والقسطره عباره عن انبوبه مطاطيه رقيقه جدا، طريه جدا، لينه جدا، مرنه جدا، بحيث ان هي ما تجرحش الشرايين، ما تجرحش الاوعيه الدمويه وهي داخله. وبعد كده بندخل بيها في الاورطه والشريان الاورطي، وبعد كده الارش اللي هو القوس بتاع الاورطه، وبعد كده الاورطه بيتلف ويدخل على القلب عن طريق في الصمام الاورطي، وعن طريق الصمام الاورطي ندخل في البطين ونحن البطين، ودي الحقنه الاولانيه اللي بتبين لنا البطين الايسر، وبنقدر نعرف منها كفاءه عضله القلب واذا كان في ارتجاع في الصمام ولا لا. الحقنه اللي بعد كده عن طريق الاسطره اليسرى، دي بنشوف الشريان التاجي الرئيسي بنسميه الليفت مين، وده اهم شريان في القلب. ده بيتفرع منه زي ما احنا شايفين فرعين كبار، اللي هو ال ال دي اللي هو الامامي النازل، والدائري او المنجلي. زي ما احنا شايفين الشرايين هنا في الحاله دي فيها لولبيه ورفيعه، والطريقه كده مش ماشيه بالطريقه اللي هي انسيابيه،
دي ممكن تعمل أزمات قلبية، لكن مش باين إن في انسداد في هذه الشرايين. الحقن الأخيرة زي ما احنا شايفين ده الشريان التاجي الخلفي أو الأيمن، ده العيان ده جات له جلطة في الشريان التاجي الخلفي، وجلطة الشريان التاجي الخلفي خطورتها إن هي بتشتبه مع مشاكل المعدة وحموضة المعدة وقرحة المعدة. يقول لك إيه، أنا حاسس بحرقان كأني عندي حموضة، يفتكر عنده حموضة وياخد دواء للمعدة وياخد مسكنات، وبعد كده تكتشف إن هو عنده جلطة في الشريان التاجي الخلفي، ورسم القلب يظهر فيه انسداد في الشريان التاجي، وبعد كده تعمل الانزيمات بتاعة القلب تلاقيها مرتفعة، وتعمل انزيم التروبونين تلاقيه مرتفع، وتلاقي العيان الضغط بتاعه بدأ يوطى والنبض بتاعه بدأ يتلخبط والحالة بتاعته بدأت تتأخر. لو ما راحش في الوقت المناسب وخد الدواء المذيب للجلطة ممكن تمثل خطورة على حياة هذا الإنسان وعلى صحة هذا القلب. لذلك مهم جدا إن أنت تعمل القسطرة في الوقت المظبوط عندما تكون هناك حاجة للتدخل. اتصال؟ اتصال من عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا بك يا عبد الله. الله يديك الصحة ويديك خير يا رب. يا رب. بالله أنا كان عندي طفل عنده 4 شهور. 4 شهور. كان جاله ورم تحت رقبته الناحية الشمال. قالوا بقى دي الغدة المنفوية أو حاجة زي كده. تمام. عملنا أشعة. قالوا بين لها مصفى داخل في القلب تتضخم معاها شويه. في تضخم في القلب؟ لا، بيقولوا مصفى بتاع الغده دي. الدكتور قال لي كده، ما قال في لها مصفى في القلب ورمه شويه. المهم خدنا علاج والحمد لله بدات تروح من رقبته خالص يعني الحمد لله، ويعني الواد ارتاح شويه. الدكتور بقى قال لي هاتوا يعني ان شاء الله عشان نعمل اشعه ونشوف الورم. هو سنه كام؟ 4 شهور. 4 شهور. الورم راح خلاص يعني؟ اللي في رقبته. اللي في رقبته. انت خايف على القلب؟ الله يفتح عليك. ما انت لازم تعمل بقى موجات صوتيه على القلب، ويمكن نحتاج نعمل اشعه بالكمبيوتر على الاوعيه الدمويه عشان نشوف اللي هي الاوعيه الدمويه اللي هي داخله للقلب واللي هي خارجه من القلب، الاورده اللي هي داخله والشرايين اللي هي خارجه، عشان نعرف بالظبط اذا كان الورم ده فعلا نتيجه ضيق او انسداد في احد هذه الاوعيه، وده الحل بتاعها سهل ان شاء الله. لكن هو بيزرق او بينهج؟ لا لا لا، ما فيش مره خالص. خلاص ما تقلقش، ما تقلقش، ان شاء الله هتطلع سلبيه، وتطلع دي كانت حاجه مؤقته، وان شاء الله مش هتحتاج اي تدخل بعد كده. الدكتور قال نعمل عليها اشعه عشان في الغرام راح على الثاني. موجات صوتيه. بص، مطلوب موجات صوتيه، مطلوب اشعه بالكمبيوتر، حاجه اسمها مالتي سلايس سي تي، اشعه مقطعيه بالكمبيوتر على القلب. وموجات صوتيه على القلب دي هتشخص لك الاوعيه الدمويه وعضله القلب، واذا كان في لا قدر الله اي حاجه خلقيه، وان شاء الله هيطلع سليم ما فيش اي حاجه. الله يجزيك خير يا دكتور. اتفضل. اتصال من الجيزه. عبد الرحمن. السلام عليكم. ام عبد الرحمن. ايوه ام عبد الرحمن. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك وانت طيب. بالصحه والسلامه. معلش انا بتبارك بحضرتك بس اسالك سؤال في السكر والله. اتفضلي. حضرتك، انا اصلا عندي الضغط بقالي 10 سنين مصاحب لي السكر. ضغط والسكر. فحضرتك انا يعني تقلبات الضغط، كنت باخد انسولين للسكر، فتقلبات الضغط خلت في ميه في جسمي، فلغوا لي الانسولين وادوني حبوب دايفنس. مشيت عليها وكل حاجه، فجه الضغط هو اللي عالي وبقى متقلب خالص، بقى يوصل 200 واكتر، فقالوا لي غيري العلاج الاقراص وادوني اقراص اخرى. اول مره في حياتي حضرتك اعمل تحليل سكر يطلع 438. عالي جدا. وصاحبه هرش شديد جدا في جلدي في جسمي. جامد جامد جامد، ويعمل بصور بصور يعني، هرش شديد شديد جدا. فارجوك الله يخليك يا رب ويبارك لك، ارشدني اعمل ايه. ماشي، اتفضلي حضرتك. يعني هي دلوقتي المشكله بتاعت الحاجه ام عبد الرحمن الضغط والسكر، وطبعا الضغط والسكر دول مهمين جدا، لان واحد منهم يجيب التاني. انا دايما بتكلم على مثلث الرعب، الضغط والسكر والكوليسترول ومعهم الدهون الثلاثيه. وإذا كان في حد بقى من رجالة وبيدخن كمان، يبقى ده المربع، وده مربع الخطر، ومربع التوتر، ومربع القلق. في الكورة يقول لك إيه، الثلاثي بتاع الرعب، أنا بسمي ده ثلاثي الرعب، اللي هو السكر والضغط والكوليسترول. مش عشان أخوف، لكن عشان نهتم. فالضغط طبعا هي واضح إن هي برضو ما بتاخدش أدوية كويسة للضغط، فمحتاجة تظبيط أدوية بحيث إن هي ما تأثرش على السكر. بالنسبة للسكر دلوقتي، السكر اللي وصل 400 غالبا يمكن نحتاج يا أم عبد الرحمن الإنسولين، ممكن تكون الأقراص مش كافية، ونختار نوع ما يكونش عندك حساسية. فواضح إن أنت بدأت تهرشي، لأن الدواء الجديد واضح إن أنت عندك حساسية منه، فده لازم نغيره ونستبدله بنوع تاني، ويمكن نحتاج ندي إنسولين مع هذا الدواء عشان يزود استجابة الخلايا اللي موجودة في الأنسجة للإنسولين. لأن السكر من النوع التاني اللي بيظهر في الكبار بيبقى نتيجة نقص الاستجابة أو ممانعة الخلايا للإنسولين، مش نتيجة نقص الإنسولين. وبالتالي
يبقى عايزين انسولين بكميات قليله وعايزين دواء تاني يهدي الهرش. قبل ما ناخد الاتصال الجديد بس انا حبيت انوه ان الناس ساعات بتسمع كلام وما بتعرفوش صح. يعني مثلا انا اتكلمت مره عن دواء الكنكور بقول انه في بعض الحالات ممكن مثلا الناس اللي عندها مشاكل كبيره جدا وعندها سكر كتير وعندها الهاجس النفسي وعندها توتر وقلق ممكن يديله ايحاء ان هو بيعمله نوع من الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب او تراجع الفحوله. لا، الكنكور المفروض من الادويه اللي هي مضادات البيتا اللي هي متخصصه، يعني المفروض العرض الجانبي ده مش موجود فيه بنسبه كبيره جدا. فلو حصل عند حد ما يقعدش بقى يتلكك يقول الدواء، يدور على سبب تاني لعلاج هذه المشكلة الجانبية، لأن احنا بنكتبه لآلاف المرضى في جميع أنحاء مصر والعالم العربي وفي العالم أيضا، ومن الأدوية اللي اتعملت عليها بحث على آلاف من المرضى ونتائجه جميلة جدا في ضغط الدم أو في علاج الذبحة الصدرية والشريان التاجي وضبط إيقاع القلب وحالات ارتخاء الصمام الميترالي. فلو سمحتم يلاقي شبهة في أي كلمة يتصل وإحنا نوضح له، لأن مفيش كلمة تنزع من السياق عشان حالة معينة. يعني أنا ممكن حالة معينة الدواء ده مش مناسب ليها، بس مش معناها ان كل الحالات كده. فاللي يسمع الكلام يتحقق من تفاصيل الخبر ودقه المعلومه. ام عمرو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. طب لو سمحت انا عندي استفسارين، واحد عن نفسي وواحد عن بنتي. اتفضلي. دلوقتي انا عندي نشاط روماتيزمي. نشاط عندي كام سنه؟ عندي 39. 39 سنه. انت جالك قبل كده حمى روماتيزمية وانت صغيره؟ لا ما جانيش، بس عندي الوز بتلتهب على طول. طيب سرعه الترسيب عاليه؟ على طول 400 او 300 500. ده الاجسام المضاده. طيب نعم؟ اخر مره حللت امتى؟ من حوالي شهر كانت 400. طلعت 400. بتاخدي البنسلين طويل المفعول؟ باخد حقنه كل المفروض انها كل 15 يوم، بس انا مش ملتزمه بيها. لا ما ده الغلط بقى، كل شهرين او كل شهر ونص. ما هو عشان كده بتطلع التحاليل مش كويسه يا ام عمرو. يبقى لازم انت ترجعي تاني تنتظمي عشان تنتظم النشاط الروماتيزم عندك، الدلائل بتاعتك. بس بيحصل لي ارتجاع في المريء، ده يعني ليه علاقه بالنشاط الروماتيزمي او لا؟ ملوش علاقه، بس هو عايز علاج عشان ما يعملش مشاكل عندك، يعني هو ده له علاج. انا ما بتعالجش منه خالص. لا دكتور الجهاز الهضمي بيحصل لي الارتجاع ده يا دكتور وانا صاحيه وانا قاعده عادي كده. لا ده لازم تاخدي علاج ليه ده، لان احيانا بيكون فتحه المريء في الحجاب الحاجز واسعه فيحصل العصاره بترجع لفوق فبتعمل نوع من الحرقان الفظيع وبيبقى مؤلم جدا. طب الوقت يا دكتور اروح اكشف ايه بالظبط؟ انت محتاجه الاول القلب تطمني على النشاط الروماتيزمي وتعملي موجات صوتيه على القلب وتتاكدي ان النشاط الروماتيزمي ما وصلش لصمامات القلب، والدكتور يحسب لك بالظبط الجرعه اللي انت محتاجاها من البنسلين طويل المفعول، واذا كنت محتاجه ادويه ثانيه لنشاط الروماتيزمي زي الاسبرين برضو يحدد لك كميتها، وخاصه انت محتاجه ظبطها مع مشكله المعده اللي عندك. طب انا بكشف عند دكتور عظام وبيديني العلاج بتاع العظام وهو اللي لا النشاط الروماتيزمي ده مش بتاع العظام، العظام لما يكون روماتيزم. طب اروح اكشف عند دكتور ايه بالظبط؟ انا قلت لك دكتور القلب عشان دكتور هو ده القلب. الحمى الروماتيزميه دي اساسا مشكله في القلب، فاحنا دكاتره القلب هم اللي بيتابعوها. نيجي تاني نرجع للموضوع المهم بتاع الضغط والسكر وبعض الشبهات اللي حوالين بعض الادويه والناس بتنزع من السياق المعلومات. ففعلا انصح يعني بتحري الدقه وعدم نشر الشائعات، واحنا بقينا في مجتمع الشائعات بقت بتمشي فيه زي النار في الهشيم، يعني اي كلمه تتقال تلاقي واحد ما يتوثقش من مصدرها ولا يتحقق من اصلها ولا يراجعها ولا يعرضها على المتخصصين، وبرضه تصدر المشهد بعض الناس من مدعي العلم واللي هم مش مؤهلين وما عندهمش مرجعيه علميه وبيفتوا في امور كثيره لا تمت للعلم بصله. علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتحقق من كل شائعة، والمولى أيضا عندما وإذا جاءكم فاسق بنبأ فالنبأ لابد قبل أن تنشره والمعلومة قبل أن تزعها والخبر قبل أن تعرضه على الخلق لابد أن تتحقق من مصدره ومن روايته ومن لفظه، لأن أحيانا كلمة بتفرق في السياق، يعني كلمة ممكن تغير سياق الكلمة. فإحنا الحقيقة في حالة الفلتان والانسياب وحالة الميوعة أدت إلى برضو أن أصبحت حتى شائعات في مجال العلم، وأصبح يتصدر المشهد بعض الناس الذين يعني انعدمت لديهم الخبرة والمرجعية وما ذلك يتصدرون المشهد العلمي في أمور الطب. وأيضا الذي يفتي في الطب كالذي يفتي في العلم لابد أن يكون رجل له مصداقية ومرجعية وتخصص في المجال بتاعه وتعمق وقرأ كثيرا وشارك في مؤتمرات علمية وله أبحاث منشورة وله تلاميذ
في جميع انحاء الدنيا. غير كده ما ينفعش تسمع له، مش اي واحد يطلع يمسك الميكروفون هتسمع له، لازم يكون له مرجعيه وعلميه، ويكون له ابحاث وله مرضاه وله نتائجه وله عملياته وله ابحاثه. في الحاله دي يبقى الكلام بتاعه كلام مصدق. نرجع لموضوع النهارده وهو صدى القلوب وتصلب الشريان التاجي والاسطره واسطره الشرايين التاجيه والدعامات. ويمكن انا طالما بحب اتكلم عن الجديد هنتكلم على الدعامات اللي هي الذائبه او البايو ابزوربابل او القابله للذوبان. احنا في اختراعنا للدعامات وتناولنا لتاريخها لقينا ان احنا بدانا بالدعامات الميتاليك العاديه خالص، ما كانش عليها الماده الدوائيه، وكان اسمها البير ميتال، الدعامه اللي هي العاريه من اي ماده دوائيه. وبعد كده بدات تبقى الدعامات الذكيه، واخيرا الدعامات الذائبه، وهنشرحهم بالتفصيل بعد ما نجاوب على السؤال بتاع ام عمرو اللي هي نسيت الظهر تسال عن بنتها وهترجع تتصل تسال تاني. ايوه ام عمرو. ايوه يا دكتور. لو سمحت، بنتي حصل لها من حوالي شهر كده نزيف من مناخيرها. نزيف؟ وراحت كشفت، الدكتور قال لها ده يعني انت حالتك النفسيه تعبانه. نفسيه؟ قال لها انت عصبيه وحالتك النفسيه تعبانه. يعني المفروض الحاله النفسيه دي اخر حاجه، الاول اشوف في سبب في المناخير كان في التهاب. بعد 3 ايام تنزف من مناخيرها. لا ده مش نفسيه، ده الضغط بتاعها كان اخباره ايه؟ نعم. الضغط الدم كان عالي ولا؟ هي مش عارفه والله، ما اسلهاش. خلي بالك احد اعراض النشاط الروماتيزمي نزيف الانف، فبرضه لازم تتاكدي ان ما عندهاش نشاط روماتيزمي. هي عندها وبتاخد الحقنه بتاع الكلى. طيب ما ممكن يحصل نشاط روماتيزمي كده يعني ساعات نزيف الانف كل شهر يا دكتور. ساعات نزيف الانف تعب الثاني، وحصل لها زي جسمها كله شد كده ولسانها تقل. ساعات نزيف الانف بيكون احد اعراض النشاط الروماتيزمي، فلازم نتاكد من التحاليل. دكتور شد ولسانها تقل وبقت نتاكد من التحاليل. مش عايزه تسمعيني. خدنا عند الدكتور كشفنا لها، قال برده نفس الكلام يعني دكتور غيره تاني. طيب قال ده برده حالتها النفسيه تعبانه وهي عصبيه، بيحصل لها كده من العصبيه اللي هي فيها. لازم نشوف ضغط الدم بتاعها. او كانت بتشتكي من قلبها من الناحيه الشمال. قالت له ان انا بحس بمناخزه عند قلبي شديده جامده بتخليني ببقى مش عارفه اتحرك. طيب ممكن تتفضلي وانا اشرح لك. اتفضلي وانا اشرح لك بقى. طب هو كتب لها العلاج وبعد يومين حست بنفس الاعراض تاني. طيب اتفضلي وانا اشرح لك. شكرا. هي واضح ان هي طبعا عندها نشاط روماتيزمي ايضا، وعندها بتتعالج هي، وقلت لي بتاخد البنسلين طويل المفعول. ساعات نزيف الانف بيكون احد اعراض النشاط الروماتيزمي، فمهم جدا نعيد سرعه الترسيب والبروتين المتفاعل سي والاجسام المضاده، وفي ادويه معينه لازم تاخدها. ايضا هنشوف نسبه السيوله عندها، لان ممكن تكون بتاخد جرعه اسبرين عاليه او حاجات مسكنات هي اللي بتعمل نزيف. احيانا بيكون في مشاكل في الانف، يعني اول حد هيشوفها دكتور الانف والاذن، وهيبص في مناخيرها ويشوف اذا كان في سبب في الجيوب الانفيه او التهابات او الحاجز الانفي. لو ما لقيناش فيه سبب يبقى احنا على طول هنمشي في سكه النشاط الروماتيزمي، وهنعمل تحاليل الدم ووظائف الدم وصوره الدم، ونشوف وظائف الكبد، لان عمليه التجلط والنزيف دي بتبقى داخل فيها الكبد ايضا. الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد ممكن يبقى عندهم قابليه للنزيف. الناس اللي عندهم ادويه سيوله بيحصل لهم نزيف، اللي بياخدوا الاسبرين والمسكنات بدون اي مراجع للطبيب ممكن يحصل لهم نزيف من الانف. اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا مزاد اللي كلمت حضرتك. اتفضلي اتفضلي. انا بتجيني دوخه كده وتنميل في دماغي ودوخه، بحس بدوار كده. لها علاقه بالضربات؟ ما انا بسال، لها علاقه مع الضربات؟ وفي خطوره الموضوع. يعني هي بتحصل مع الضربات السريعه ولا ما بتحصلش مع الضربات السريعه؟ انا على طول ضربات سريعه وبس. لا ما بتحصلش، بتحصل معاها وبيحصل لي وجع في صدري وفي كتفي الشمال جامد. انت بتقولي ان الضغط بتاعك واطي، فالضغط الواطي. أيوه. ده ممكن يعمل الدوخه، يعني الضغط اللي هو 90 واقل ده ممكن يحصل معاها دوخه، فلازم الضغط ده يوصل 110 120، الضغط المثالي 120. يبقى انت الضغط بتاعك ما وصل معايا كده. ما هو كده يبقى انت الضغط ناقص 30. لكن احنا في العاده، بصي في العاده لما بيكون حد ضغطه واطي وما عندوش اعراض وما بيدوخش بنقول له انت محظوظ، لان هو الضغط الواطي يعتبر نعمة لو ما كانش بيعمل دوخة. لكن لو كان بيعمل دوخة يبقى دلوقتي بقى مرض، يعني هو أحيانا بيكون مفيد وأحيانا بيكون مشكلة. طب أعمل إيه في كهربة القلب دي يا دكتور؟ محتاجة يعني بصي ده ممكن يتطور لحاجة أسوأ يعني؟ ما احنا لازم نعمل دراسة كهربية لكهربة القلب، نشوف البؤرة ديت هل هي بؤرة حميدة يعني مش مؤثرة، ولا هي بتطلع من البطين ممكن يكون لها خطورة على حياة الإنسان. فبنعمل ممكن نبدأ بالهولتر، رسم قلب مستمر 24 ساعة أو 48 ساعة، هنشوف الضربة الساقطة اللي روحك بتتسحب معاها دي طالعة من الأذين ولا من البطين، وهنشوف الضربات السريعة اللي بتيجي ورا بعضها دي طالعة منين. لو ما ظهرتش يبقى في الحالة دي هنعمل
القسطره الكهربيه او الدراسه الكهربيه عن طريق القسطره، وبنعمل حاجه اسمها مابنج، رسم خريطه لكهربه القلب من داخل القلب، وبنحدد مكان البؤره الزياده او الضفيره الزياده. وبنقدر دلوقتي عن طريق نفس القسطره دي بندخل قسطره تانية اسمها راديو فريكونسي بموجات الراديو. موجات الراديو دي بتعمل عمليه تسخين بنسميها الكي. والكي طبعا كنا لسه بنتكلم مع الشيخ محمود حسان ودكتور امير قبل الحلقه، وبنقول على ان الطب النبوي والحجامه، المصطفى ايضا اوصى بالكي، واحنا بعد 1400 سنه رجعنا لقينا الكي علاج لكثير جدا من مشاكل كهربه القلب. طب لو سمحت يا دكتور، اللي معايا في البيت يعمل ايه لو الحاله دي جت؟ بصي، لازم يكون عندك بعض الادويه، لازم الاول تتعرضي على طبيب قلب هيصف لك بعض الادويه تبقى عندك. انا ما عنديش غير الاندرال بس. لا، انت محتاجه ادويه تانية، مش بنقول اسماء تجاريه في الحلقه عشان احنا مش بنروج لحد، لكن يفضل ان يكون عندك ادويه تانية لكهربه القلب. ايضا مهم جدا انك انت تحاولي تتعاملي مع هذه الضربات، يعني احيانا تنشيط العصب الحائر، بمعنى ان انا احزق كده، تتعلمي تحزقي او تحاولي تعملي زي مساج لكره العين كده، تقفلي عينيكي كده وتحاولي تضغطي عليها، بس تعملي على واحده بس وبعد كده تتنقلي على الناحيه الثانيه. ايضا هنا الشريان السباتي اللي في الرقبه ده اللي طالع للمخ، اقعد ادلك فيه كده كاروتيد ساينس مساج. عمليه المساج او التدليك للي هو الجيب اللي هو موجود في الشريان السباتي دي ممكن تقلل نبض القلب وتضيع النوبه. ايضا لو انا ميه متلجه غسلت بيها وشي، او حطيت فيه ايدي فجاه او رجلي فجاه، او نزلت على دماغي ميه متلجه فجاه، دي ممكن تعمل تنشيط للعصب الحائر وتضيع ضربات القلب. ايمان من اسيوط. يا سهل يا رب. ايمان، ايمان اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه ايمان. ايوه الدكتور معايا؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا والله كان حصلت لي مشكله، يمكن كانت اول مره كده من 4 شهور، انا كل ما اوطي اسجد او اميل كده وشي يورم يسخن. وساعات كمان بعديها كان ممكن يجيب دم رخيم. يحصل نزيف من الانف ايضا. نعم، يحصل نزيف وهبوط وتورم في الوش. ضغطك اخباره ايه؟ الضغط الضغط كويس. بيحصل دوخه لما بتقفي؟ نعم. بتحسي انك دايخه لما بتقفي مره واحده؟ بيحصل دوخه، وحتى عينيا مش بقدر بتزغلل كويس. بتزغلل. طب انت عملتي فحص لضغط الدم؟ لا، انا عملت طلب مني دكتور اوعيه دمويه، طلب مني اشعه بالصبغه على الرقبه وعلى الصدر. طلعت كويسه؟ طلعت ما فيهاش حاجه. طيب، بس بعد كده قال خلاص كده يبقى ما فيش حاجه، فانا مش عارفه يعني الكلام ده. لا، صوره الدم، اعملي تحليل صوره الدم الكامله، نشوف نسبه الهيموجلوبين عندك اخبارها ايه. ايضا مهم جدا ان احنا نشوف حاله القلب، لان ممكن في بعض امراض القلب مع الوقوف بتتبهدل، فاحنا لازم نشوف القلب فيه مشكله في الصمامات ولا لا. واحيانا بيكون الاعراض ما بيبانش غير بالدوخه والهبوط، لو في ضيق في صمام معين الميترالي او الاورطه او الرئوي، ممكن مع الوقوف او كده ممكن تتلخبط. ايضا في بعض امراض القلب زي مثلا ضغط الدم مع الوقوف او النبضات السريعه مع الوقوف، في حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني واحد تلاقي الضغط بتاعه كويس جدا وهو قاعد، اول ما يقف يدوخ ويقع. لذلك انا دايما بنصح الناس اللي مثلا عندها السكر اللي هي مثلا بتعالج من ضغط الدم اللي هي كبيره في السن شويه، ما توقفش مره واحده، لو انت نايم بالذات على السرير ما تقومش قايم ونازل على طول واقف، ممكن تقع، فلازم انت تعملها بالتدريج، تقوم مثلا من السرير تقعد تعتدل وانت قاعد في السرير، وبعد تلف كده على جنب السرير وتنزل رجليك وتقوم بالتدريج كده مره واحده. لو في عرضه ان يحصل حاجه اسمها الاورثوستاتيك هايبوتنشن اللي هو هبوط الضغط نتيجه الوقوف المفاجئ، مش هتحصل باذن الله. ايضا بنصح الاطباء اللي هم بيدوا ادويه للضغط ان هو لازم يقيس الضغط في الحالات اللي هي بتشتكي من الدوخه واللي عنده هبوط، يحاول يقيسه وهو واقف. لو كان العين مستقره ما انتش محتاج كده، لكن لو جه قال لك يا دكتور انا حسيت بهبوط بعد ما كتبت لي دواء الضغط، فتقيس الضغط بتاعه وهو نايم وتقيسه بعد ما يقف وتشوف الفرق. لو اكتر من 10 يبقى ده عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن، لو ارتفاع الضغط نتيجة الوقوف، وده بيمثل خطورة ومحتاج تظبيط أدوية الضغط وتقليل الجرعات بتاعتها، وأحيانا بنحتاج ندي حاجات بتساعد على انقباض الأوعية الدموية عشان تمنع هذه الظاهرة. اتصال أيضا من أسيوط. الصعيد النهاردة بيشارك بقوة. سوزان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا بأسيوط وأهل الصعيد الكرام. أنا حضرتك عندي 22 سنة. أهلا بيك. عندي حاجة اسمها رباعي فعلي. ما عملتهاش لسه لغايه دلوقتي؟ ما عملتهاش لغايه دلوقتي؟ لا، ما هو حضرتك هما قبل كده وانا صغيره قالوا ان هي تعيش حياتها ومش محتاجه عمليات، بس بعد ما يعني الفتره دي سني بعد ال 20 كده بدات اتعب. بتزرقي؟
ضوافري وشفايفي يعني هم اللي باين فيهم الزرق قوي. مجهودك ايه بقى؟ بصراحه انا بتعب من اقل حاجه يعني. اتجوزتي ولا لا؟ لا، ما انا بدي اسال في حياتك بامكانيه الجواز والانجاب، هل مضر عليا في حاجه؟ استني الاول لغايه ما نقيم الحاله بتاعتك. انا ده سؤال مهم جدا، بس انا عايز اسالك قبل ما تمشي بقى، هل والدك والدتك قرايب؟ ايه؟ والدك والدتك قرايب؟ لا مش قرايب حضرتك. طب والدتك خدت ادويه في الحمل او تعرضت لاشعه؟ لا. طب حد في اخواتك عنده اللي هو المرض الخلقي ده، رباعي فالو، او حد في العيله؟ لا لا محدش عنده خالص. يعني انت اول واحده كده. قولي الحمد لله على كل شيء، انت احسن من غيرك. وانا هقول لك هتعملي ايه. اتفضلي. ايه يا دكتور؟ طبعا السؤال بتاع سوزان ده سؤال في منتهى الاهميه. يعني ايه رباعي فالو؟ احنا بنقول الامراض الخلقيه، في ناس بيقولوا العيوب الخلقيه، وانا دايما بصلح لهم، حتى اساتذه وفي رسائل الماجستير وفي الدكتوراه بروح اناقشها، الاقي لطالب الماجستير او طالب الدكتوراه كاتب العيب الخلقي، اقول له لا، ترجمتها المرض الخلقي او المرض الوراثي. واقول له حتى ده الاجانب يا اخي كاتبين كونجينيتال هارت ديزيز، يعني مرض وراثي، ما قالش ديفكت او ما قالش ديفو عيب. فما تقولش انت بقى عيب خلقيه او عيوب خلقيه، لا، دي ليس لان خلقه المولى عز وجل لا تعاب، تبارك الله احسن الخالقين. ممكن يحصل مشكله مرضيه الواحد يتولد بيها، يبقى اسمها مرض وراثي او مرض خلقي، لكن لا تقل عيب خلقي، فقل مرض خلقي ولا تقل عيب خلقي او عيوب خلقيه. خلقيه، في فرق بين الخلقيه والخلقيه. برضه انا بلاقي اساتذه كبار جدا اللغه العربيه عندهم بيعتبروها دي من باب الرفاهيه، رغم ان كل اساتذه العالم لو انت سافرت المانيا او تركيا او الصين او اي بلد لها لغه قوميه ثانيه غير الانجليزيه بتلاقي متمكن جدا من اللغه الوطنيه بتاعته ويتكلم فيها بطلاقه ويوجدها. لكن عندنا في مصر بنعتبر الانتماء للغات الاجنبيه ده هو ده الحضاره والعلم والتطور، بينما التبرؤ والتنازل عن اللغه العربيه ده حاجه ميزه كبيره جدا. لكن انا دايما بلاقي الناس اللي هم المتفوقين في اللغه العربيه وبيكونوا ايضا متفوقين في اللغه الانجليزيه ومتفوقين في العلوم العصريه ايضا، لان اللغه هي المقياس الاساسي او الرئيسي للاي كيو، معدل الذكاء. هتلاقي اختبارات معدلات الذكاء كلها هي اختبارات بتعتمد على مهارات لغويه. ويمكن القران اذا كنا بنتكلم على الاعجاز، لما اتكلم عن التعليم وعن اللغه وفضل ادم على الملائكه وعلم ادم الاسماء كلها، الاسماء يعني اللغه، ابجديات اللغه واسماء الاشياء، فدي هي اللغه. فهو خلى ادم تفوق على الملائكه باتقان اللغه ومعرفه الاسماء، فاتقان اللغه مهم جدا. فهي امراض خلقيه وليست امراض خلقيه، وهي امراض خلقيه وليست عيوب خلقيه. نيجي نتكلم على رباعي فالو. رباعي يعني اربع حاجات، بيتولد الطفل في اربع مشاكل في القلب. اول مشكله بيكون في ثقب بين البطين الايمن والايسر. احنا قلنا القلب اربع حجرات، اتنين فوق زي بيت من دورين في اربع اوض، الحجرتين اللي فوق او الاوضتين اللي فوق الاوزين الايمن والايسر بينهم جدار، المفروض ان هو ما بيفتحش على بعضه، والاوضتين اللي تحت البطين الايمن والايسر ايضا مفصولين بجدار ما بيفتحش على بعض، ما فيش شباك في النص. فالناس اللي هم بيتولدوا برباعي فالو في نافذه او فتحه بين البطين الايمن والايسر، ايضا بيكون هذه الفتحه طالع منها الاورطه، بيسموه اوفر رايدنج، يعني ايه؟ طالع من البطين الايمن والايسر، ففي فتحه بتخلط الدم اللي هو فيه اكسجين مع الدم غير النقي اللي ما فيهوش اكسجين، وايضا الاورطه طالع من البطين الايمن اللي الدم بتاعه ما فيهوش اكسجين مع البطين الايسر اللي الدم بتاعه فيه اكسجين، يبقى ده تاني عيب. تالت عيب او تالت مشكله خلقيه قصدي، ان هو ضيق في الصمام الرئوي وبعد كده تضخم في البطين الايمن، يبقى ثقب، الاورطه طالعه من حجرتين، ضيق في الصمام الرئوي، تضخم في البطين الايمن. دول الاربع حاجات اللي هي رباعي فالو. المشكله الطفل بيتولد وبعد شويه مع العياط يزرق، يجي يرضع يزرق. واضح ان في الحاله بتاعت سوزان التقييم الاولي قالوا ان هي حاله بسيطه، يعني ساعات بيبقى مايلد فورم اللي هو حاله بسيطه، الضيق في الصمام الرئوي مش جامد، التضخم في البطين الايمن مش جامد، الاورطه مش طالع قوي من الناحيه اللي هي اليمنى، الثقب صغير كان عندهم امل ان هو يتقفل. لكن طالما وصلت لسن 24 سنه وما زالت الزرقه موجوده وما زال المجهود قليل، فاحنا محتاجين نعيد الموجات الصوتيه على القلب ونشوف بالظبط مدى تفاقم حاله رباعي فالو، والتصليح بتاعها يبقى ان شاء الله اسهل، لان واضح ان هي متكافئه، يعني حتى لو عمليه اغلاق للثقب وتوسيع للصمام الرئوي هتبقى جراحه قلب مفتوح، وان شاء الله تبقى النتيجه بتاعتها كويسه. بس يا سوزان قبل ما تعملي العمليه مش مسموح لك لا بالجواز ولا بالخلف ولا الكلام ده، لازم الاول نقيم بالموجات الصوتيه ونشوف مدى الحاجه بتاعتنا لاجراء الجراحه، واذا كان هناك حاجه لاجراء الجراحه يبقى لازم تتاجل
مواضيع الزواج والارتباط، لأن الزواج والارتباط بعد منه حمل وولادة، ودي تحميل كبير على القلب وتحميل زيادة على القلب، ممكن تعمل مشكلة كبيرة. وإحنا عندنا القاعدة الشرعية لا تضر والدة بولدها، فبالتالي لو أنت عندك مشكلة مش هسمح أن أنت عشان تخلفي يحصل لك أنت مشكلة. محمود من القاهرة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام يا محمود. محمود فتحي مع حضرتك، كل سنة حضرتك طيب. وانت بصحة وسلامة. أنا عامل قلب مفتوح. إمتى شرعين. محمود؟ إمتى محمود؟ بقول لحضرتك عامل قلب مفتوح. غير كنت داخل غير ثلاث شرايين، غيروا لي الاثنين والخلفي ما اتغيرش. عندك كم سنة؟ عندي 55. طب ما غيرتش الخلفي ليه كمان؟ للأسف ما عرفوش يعملوه. ما عرفوش يعملوه، طب ما عملتوش لي بدعامة قبل العملية؟ والله برضه للأسف جيت أعمله، أنا عامل العملية دي من 5 سنين. يعني كان في ضيق ولا كان مقفول خالص يا محمود الخلفي؟ الخلفي كان لا في ضيق حوالي 80%. يعني يتعمل بالدعامة إن شاء الله يعني. يتعمل بالدعامة. المهم حضرتك دخلت أعمله بالقسطرة، يعني دعامة. فوجئت إن بعد 2.5 سنين من العملية إن في شريان تاني بقى حصل فيه ضيق. فراح عمل الشريان ده وركب الدعامه، وبعد اسبوع سدت الدعامه. فحولك للجراحه؟ لا لا لا، رحت لاخد فسلك الدعامه وتركب الدعامه تاني في نفس الشريان. وما عملش الخلفي. تمام تمام حضرتك. انا معقوله يعني الحاله معقوله، بس بدات يجي شهر كده احساسي بقى بالحرقان على المعده والكلام. يعني انت عامل قلب مفتوح ولا موسع بالدعامه؟ لا عامل قلب مفتوح، مغير شريانين. مغير شريانين واحتجت دعامه تاني؟ والخلفي اتساب، اللي هو الخلفي ده اتساب. الخلفي اتساب وعملت دعامه في الايه بقى تاني؟ فدخلت اعمل الخلفي دوت، فوجئت ان في واحد تاني. فهمت قصدك. ياه ده العمليه يعني انت حتى اللي هو المشكله فيه ما عملتوش، لقيت واحد تاني فيه مشكله اتعمل وتساب الخلفي برضه. وساب الخلفي. لسه عندك الخلفي موجود. اتسد بعد اسبوع. اتسد واضطريت تعمل فيه دعامه تاني. بالظبط كده. والخلفي برضه متساب. والخلفي متساب. والخلفي لحد دلوقتي متساب حضرتك. هو كام في المية الخلفي دلوقتي؟ لا ما اعرفش بقى. اخر قسطرة كانت امتى؟ اخر قسطرة كانت امتى؟ كان 80. سنة كام؟ السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. بالظبط. طيب انت مجهودك عامل ايه يا محمود؟ بصراحة كده، يعني انت بتمشي. لا كويس والله حضرتك، بس انا بقول لحضرتك انت قلقان منه، قلقان منه نقفل. لا وبدأت بقى احس بقى ايه حضرتك مش قادر لخبطة كده وحرقان، حاسس بحرقان على صدري كده. تمام الحموضه والكلام ده. عندك السكر؟ هم 150. يعني بتاخد ادويه السكر ولا ما فيش؟ لا 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 ما باخدش. الدهون الثلاثيه والكوليسترول عاليه جدا. طب ليه ما بتظبطهاش يا محمود؟ ما دي مهمه، دي اللي بتقفل الشرايين. بتوصل كام؟ باخد لها والله حضرتك العلاج اللي هو بس مش منتظم. نعم مش منتظم. بالظبط مش منتظم فيها. لا يا محمود لازم تنتظم على الادويه لو سمحت، لان انت دلوقتي يعني كل شويه عمليات، مش معقول كل سنه هنعمل لك قسطره بقى ودعامه يعني. فلازم تظبط الكوليسترول لان ده بيساعد في العلاج، دي حاجه. الحاجه الثانيه الضغط بتاعك اخباره ايه؟ انا مظبطه كويس بالكونكور. تمام. انا باخد كونكور 2:30 و2:30 2:30 الصبح واخر النهار. وماشي معايا مظبط معايا 130 80. الكونكور ده كويس للشرايين التاجيه والضغط الدم والنبض القلب، فده هيفيدك كويس جدا. انا دلوقتي بتكلم على عضله القلب اخبارها ايه؟ لا عضله القلب سبحان الله كويسه زي الحمد لله زي الفل. زي الفل عضله القلب. طيب انت دلوقتي محتاج تعمل قسطره على الشريان التاجي تاني. معلش انت هتزعل هتقول بقى كل سنه قسطره. احنا مضطرين نعمل قسطره لسببين. السبب الاولاني هنشوف الشريان اللي اتحط فيه الدعامه بعد الدعامه ده اخباره ايه دلوقتي. نتمنى ان يكون ما حصلش فيه مشكله. تاني حاجه نشوف الخلفي هنحط فيه دعامه عاديه ولا ذكيه. انت الدعامه اللي حطيتها كانت ذكيه ولا عاديه؟ ذكيه. دي الاخيره اللي ذكيه، الاولانيه كانت عاديه. ده كله ذكي. يعني انت حطيت ذكيه جوه ذكيه، يعني الاثنين ورا بعض كانوا دعامات ذكيه؟ بص حضرتك هو السبب اللي حصل اتسدت ليه؟ الدعامه كان اقصر من مسافه. يبقى ما كانتش بقى اتسدت، يبقى هي كان مقاسها اقصر. يعني ده عايز تقول ان هي كان حاجه في التقنيه بتاعت التركيب نفسها. بالظبط. الله يجمع وسعادتك. الحمد لله. قولي الحمد لله ان هي عدت بسلام. انت محتاج تركب الدعامه ووراها دعامه في نفس الشريان بقى. خلاص يعني خلاص انا الصوره وضحت عندي دلوقتي. هو المقاس كان اقصر من طول الضيق، ونتيجه أيوة. لذلك بعدها على طول تعبت تاني جامد، فاضطر ان هو يحط واحده يعدي واحده من جوه الدوامه الثانيه عشان تغطي الحته اللي هي اتسابت. بالظبط كده. طيب انت دلوقتي محتاج تعمل الشريان الخلفي، لازم تعمله، لان ال 80% بعد سنه ما تعرفش هي شكلها ايه، فلازم تعمله ده. فلازم هتعمل قسطره تشخيصيه
واذا اتضح، لان الخلف ده شريان مهم جدا. يعني الحاله بتاعت محمود حاله من الحالات المهمه والدروس المستفاده فيها عشان بقيه الناس تستفيد. اولا هو بياخد دواء مفيد جدا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في اول حلقه، ونقول ان في ناس بتطلع شبهات عليه، والدواء كويس جدا وجميل، والراجل متظبط عليه وحالته زي الفل بالنسبه لاعراض ضربات القلب وبالنسبه لضغط الدم قايم بالواجب بتاعه. نيجي على الحته بتاعت الشريان التاجي، هو طبعا الدعامتين اللي اتحطوا اتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا ماشيين كويس. الحاجه الوحيده اللي قلقاني ان هو بدا يشتكي من هجان ووجع، فانا لازم اطمن على الدعامات القديمه، الدعامات الذكيه اللي اتحطت في الشريان القديم، واشوف الشريان الخافي اللي هو ما حدش جه ناحيته هل هيحتاج توسيع ودعامه ولا لا. دي حاجه. الحاجه المهمه ودي النصيحه الذهبيه اللي نفسي كل مرضى تصلب الشرايين والشرايين التاجيه وضغط الدم والكوليسترول العالي يهتموا بيها، ان انت مش مجرد ان انت بتعمل الدعامه او تعمل حتى جراحه القلب المفتوح ان الموضوع انتهى. يا جماعه موضوع الشرايين التاجيه وتصلب الشرايين ده قصه لها حلقات كثيره، والعلاج الدوائي لا ينتهي، العلاج الدوائي مهم ومفيد لاخر لحظه. يعني ما ينفعش ان انا ابطل واقول ان انا خلاص انا اتعالجت زي ما هو بيعمل كده، بيقول انا مش مواظب قوي على علاج الكوليسترول والدهون، وعلاج الكوليسترول والدهون مهم جدا لتوسيع الشرايين التاجيه بالدواء. احنا عملنا دراسات كثيره جدا لقينا ادويه الكوليسترول دي ادويه مفيده جدا وبتمنع ازمات الشريان التاجي. اتصال جديد. احمد. احمد مع حضرتك. ايوه يا احمد. معلش يا دكتور هو سؤال غريب شويه بس من المرضي يهمني بس. لا اتفضل يا احمد. المريض يا دكتور فوق 50 سنه عنده سكر. بالنسبه له الهمه الضعيفه في عمليه الحركه والمشي. الهمه. عنده همه ضعيفه جدا في عمليه الحركه والمشي. ازاي ان احنا نقدر نحافظ مثلا على عضله القلب على صحه القلب في ظل هذه الامور؟ برافو يا احمد. ما بياخد ترنتال كتنشيط للدوره الدمويه بس ده لا يغني عن المشي، بس للاسف الهمه ضعيفه جدا. يعني حاسس ان هو في زي ضعف. ضعف عام. يعني كان متعود مثلا ان هو ممكن يخرج 3 ايام في الاسبوع كحركه وكمشي كنشاط للقلب، دلوقتي لو مره كل شهر ده صعب تماما. هي يعني الرغبه نفسها في الحركه ولا همته الهمه نفسها القدره على الحركه؟ ما يبص الهمه جزئين، في الاراده وفي القدره، يعني اراده وقدره. فهل الاراده متوفره ولا غير متوفره؟ يعني بيبقى عايز يوم ما بيقدرش ولا ما فيش الاراده والرغبه؟ هو بيقدر بس هو القوه لا تساعده، يبقى القدره، يبقى هي نقص في القدره، يبقى يعني. الهمه بص انا الهمه بفهمها حاجتين، اراده وقدره. هو عنده الاراده والرغبه في الحركه، لكن في واحد ما عندوش الاراده يقول لك انا مرتاح كده سيبني خلاص. لا عنده زي ما حضرتك كده، هو عنده الاراده لكن ما بيساعدوش. انا بص استنى بس عشان انا بحب الاسئله بتاعتك، انت مواظب على الحلقات بتاعتي وانا كل اسبوع يجيني اتصال منك، وانا بحب الاسئله بتاعتك بالحقيقه، واسئلتك علميه وبتفيد ناس كتير. يعني السكر طبعا يعني المشكله بتاعته ان هو مرض بياخد حاجات كتير جدا. انا بقولش الكلام ده عشان اخوف الناس بتوع السكر، الحمد لله السكر ده كان مثلا من 20 سنه ولا 30 سنه مرض رهيب وخطير واعراضه الجانبيه شديده، وكان علمنا فيه ضعيف ومحدود، وكان وسائل التدخل قليله جدا، وكنا بنشوف الناس بيدخلوا في مضاعفات سواء في الشرايين سواء في الاعصاب سواء في الاوعيه الدمويه الطرفيه سواء في عضله القلب سواء في الكلى والفشل الكلوي سواء في المخ فهو مرض بيصيب جميع اجزاء الجسم. لكن دلوقتي اصبح بالعلم الحديث وبالانسولين بانواع المختلفه والانسولين البشري والحقن عن طريق الالم، حاجات حديثه جدا، والاقراص الجميله اللي هي بديله للانسولين، ويمكن هيبقى في مضخه هتتزرع تحت الجلد في الوقت القريب، واحيانا في ابحاث بتجرى في المعامل على الخلايا الجذعيه، واتمنى في المستقبل القريب ان شاء الله ان نكتشف الجين الذي يمنع مرض السكر مبكرا، ونعرف الناس اللي هيجي لها ونقدر نتعامل معاهم، والناس اللي جيلها نزرع لهم مضخه وما يحتاجش ياخد الانسولين عن طريق الحقن، والادويه ايضا تطورت كثيرا جدا، فبالتالي اصبح التعامل مع السكر مفيد جدا. مشكله المريض المصري حاجتين. اول حاجه نقص الثقافه. والعمليه النفسيه بتاعته بتتدهور جدا، مجرد ان يعرف ان هو مريض سكر تبدا حالته النفسيه تسوء، ويقول لك انا خلاص بقى، ويبدا يقرا الاعراض الجانبيه بتاعت السكر كلها ويفصلها على نفسه، وتبص تلاقي عنده بقى عزوف عن الحياه وابتعاد عن الحياه العامه والاجتماعيه، ومشاركاته تبقى ضعيفه جدا، ودايما زعلان، وياكل قليل جدا، ويبدا يخس، وحالته بتسوء جدا. لا، انا نفسي ان مريض السكر يعتبر نفسه زي اي مرض ممكن التعايش معاه. السكر ممكن ان تحترم ويحترمك وتصادقه يصادقك، يعني دايما الامراض المزمنه انا بقول كده، احترمه يحترمك، صادقه يصادق. الاكلات اللي هي فيها السموم البيضاء، السكر الزياده، الدهون الزياده، الدقيق الزياده اللي فيه سعرات حراريه، الملح الزياده،
ويمكن انا الاسبوع اللي فات كنت بقول ثقافه العيش والملح، فحتى الشيخ محمود حسان بيقول لي اه حلوه العيش والملح دي. فاحنا ثقافتنا العيش والملح، الملح سم ابيض زيه زي السكر الذي هو سم ابيض ايضا. احنا عايزين نبدا الثقافه الغذائيه، ويمكن حلقات الدكتور امير بيعتمد وبيتبنى الطب البديل والعلاج بالغذاء، ودايما كان الطب النبوي يقوم على هذا المفهوم، الشيء الذي يمكن ان تعالجه بالغذاء لا تلجأ الى الدواء، عندما يكون الغذاء هو الدواء دي تبقى حاجه جميله جدا. فاحنا في الشريان التاجي والسكر وتصلب الشرايين والدهون الغذاء يعتبر دواء. لو انت وصلت الى صيغه جميله في الوجبه بتاعتك من حيث الكميه، كميات قليله، اكل قليل قليل، من حيث الكيفيه ما تاكلش بسرعه، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اذا كان لا نشبع، وما تاكلش غير على معده فاضيه، واذا كانت المعده مليانه ما تاكلش، وما تاكلش وتنام، وما تاكلش تقوم تبذل مجهود على طول. لو قدرنا نصل الى هذه الصيغه ممكن نعالج امراض كثيره جدا بتقوم على المعده. المعده العرب زمان قالوا عليها بيت الداء، وكانوا بيقولوا برضو الحميه اي الوقايه راس الدواء. انا اقول بعبارتي معظم مشاكل القلب تبدا من المعده، وسلامه القلب تبدا من المعده. يعني لو كان اكل بسيط، اكل صحي نباتي، ليه بتوع جنوب شرق اسيا كانوا اصح اجسادا واطول اعمارا لغايه ما بداوا يلجاوا الى المطاعم الحديثه وسلسله الفاست فود والاكلات الجانك فود والاكلات الحديثه العاليه السعرات الحراريه، العاليه الدهون اللي مش متحضره بطريقه كويسه، اللي فيها دهون مشبعه وزيوت مشبعه وزيوت مهدرجه وعاليه الدسم وعاليه السعرات، كل دي ادت ان بقوا بيعانوا من نفس امراض الشرايين التاجيه. فبالتالي الاكل مهم جدا، وما فيش اي حد هيقول لك عيش حياتك كل زي ما انت عايز الا بيكون عايز يضرك. فمريض السكر لو بياكل كويس وبيتابع ايضا كويس، والمتابعه حاجتين، متابعه مع الطبيب بحيث ان هو يصف لك الدواء كويس، ومتابعه مع معمل التحاليل. لو انت عندك القدره تقدر يبقى عندك جهاز تحليل السكر، كل فتره تشوف السكر الصايم الفاطر وتبلغ الدكتور بتاعك، هتظبط السكر بتاعك. لو ظبطنا السكر من حيث الرقم وظبطنا الوجبات الغذائيه والحالة النفسية، الواحد تقبل هذا المرض واعتبر أنه ابتلاء من عند المولى عز وجل، وما بقاش متضايق وبقى متفائل وراضي، أنا أعتقد أنها القدرة ستحدث. طالما في إرادة للحركة هتبص ليه طاقته اتحسنت جدا. لو لجأ للنباتات والخضروات اللي هي المنشطة، وأحسن منشطات هي الطبيعية، يعني سيبك من الكلام اللي بيتقال، أحسن منشطات للجسد هي الطبيعية التي أودعها المولى عز وجل في صناعة الخالق اللي هي الطبيعية، الخضروات الطبيعية، الفواكه الطبيعية، كل ما هو طبيعي ده أحسن منشط. سيبك من الكيماويات والحاجات اللي بتستحضر، أحسن منشطات هي المنشطات الطبيعية، وأحسن تدي طاقة هي الحاجات الطبيعية. طبعا هتقول لي التمر، التمر لو السكريات فيه بسيطة لو اتظبطت مع السكر، يعني مثلا التمر غذاء ودواء. ويمكن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمكث بالشهرين ليس في بيته إلا الأسودان، التمر والماء. التمراية دي مخزن للطاقة ومخزن للجمال والإبداع، وفيها النواة مرسومة بإبداع وخطوط متناسقة يعني متألقة، كأنها عارفين حضراتكم مثلا الماركات العالمية يقول لك السنين توقيع اللي هو، فالنواة أنا أرى فيها بصمة المولى عز وجل وتوقيع الخالق عز وجل. إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع بعد القادم، لأن يبدو أن إحدى الدعوات اللي حصلت لي وأنا هنا في نبض الحياة، لما في متصلة أخت كريمة من السعودية من جنب الحرم المكي، قلت لها ادعي لي يا حج، فقالت لي هدعي لك والله، يبدو انها دعت، ما كنتش متخيل انها ممكن تحصل السنه دي، حصلت في اخر لحظه. فان شاء الله بستسمحكم الاسبوع القادم ان شاء الله مش هكون موجود معاكم. الى اللقاء الاسبوع بعد القادم اذا كان في العمر بقيه، ودعواتكم لنا بسلامه الوصول وقبول الحج، وكل عام وانتم بخير.